هو عروة أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. نقرأ في القرآن آيات كثيرة تأمرنا بالخوف. الخوف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خوف فطري فطرنا الله عز وجل به، هذا لا يؤاخذنا الله عز وجل به. إذا طلعت أنت مثلا على صحراء وشفت نمر أو شفت أفعى أو شفت حيوان مفترس، أنت في قلبك يصير في إيه؟ خوفا منه. ولكن أنت تطلب الوسائل، تطلب السبل لكي تدفع الخوف وإذا تضع الخوف في قلبك. المطلوب إيش هو؟ تطلب وسائل دفع الخوف، لا تطلب وسائل تجلب الخوف للقلب. دفع الخوف. فإذا كان في نفس المسألة المخابرات والأمن العسكري والجيوش والأعداء الله عز وجل، أنت بتطلب وسائل مشان تدفع الخوف ولا مشان تلقي الخوف في قلبك؟ أنت بتاخذ الأسباب اللي تدفع الخوف عنك، مو أنت بتاخذ الأسباب اللي إيه؟ تجلب الخوف وتسكبه في القلب. حتى التربية كان لها دور في إيه؟ بين أطفال المسلمين. الأب شلون كان يربي الولد؟ يا ابني ما بيصير تعلي صوتك عند اللي بدك تسب الشر الاسم. ليش؟ لانه الحيطان لها ودان. هذا عم بيدفع الخوف ولا يلقي الخوف في قلب الولد؟ هذا يلقي الخوف في قلب الولد. هذا ايش يسمى؟ الخوف الشركي. لانه انت ما مطلوب انت تعبي قلب الولد خوف من العباده. والله عز وجل يامرك ان تخافه فقط. يعني تتفكر في الأسباب التي تجلب الخوف إلى قلبك. رجل طالع فوقية الخوف، طالع سيجارة حتى افتقوا جاء تشعر. لا، لازم الأول قبل ما تشعل السيجارة تتفكر في عقلك إيش الله؟ الخوف أم الحب؟ الله دوري حب الله أم خوف الله؟ خوف الله. إذا جاءك ملك الموت هيك بدك تفكر، إذا جاءك ملك الموت وفي تمك السيجارة أيقبضك الله عز وجل وهو عنك راضي؟ هيك بدك تفكر. أنت بدك تفكر عندي اللي عم تشتري الدخان وجاءك ملك الموت بده وين ياخذك؟ هيك بدك تفكر مشان تجلب الخوف وين؟ تجلب الخوف لقلبك. نحن ساوينا العكس. نحن من ربي قلوبنا على دفع الخوف من الله عز وجل بكلمة إيه؟ إن الله غفور رحيم. اشرب سيجارة، إن الله غفور رحيم. تتفرج على النساء الكاسيات العاريات، إن الله غفور رحيم. بالعكس، على العكس، لما إيه بدك طاعة ما بقول إيه؟ إن الله غفور رحيم. فالخوف، طلب الخوف وزرعه في القلب هذا مطلوب، أمرنا الله عز وجل به. أما دفع الخوف من العباد، وأن أصابك مسألة فيها خوف فأنت مفطور عليه، فأنت الخوف من العباد تدفعه، أما الخوف من الله عز وجل أنت تجتنب إيش وتضعه في قلبك.